أينما كنتم السلام عليكم. لن يكون عابرا مشهد إحراق العلم الإسرائيلي مباشرة على الهواء من قبل الإعلامي الأردني زهير العزة، فهو مقطع فيديو انتشر بطريقة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي فرحا بعمل وصفه البعض بالبطولي. كالعادة وصلت إسرائيل حملة الكذب الإلكتروني، اعتمدت بشكل كبير على الناطق باسم جيشها في خاي أدرعي الذي سيأتيه ردنا الصلب على ما ينشره من تضليل، والتضليل بأم عينه ما قامت به صفحة جيش الاحتلال. أخذت صورة نشرتها صفحة حيطان على فيسبوك تعبر عن صمود أهلنا في غزة، حورتها لتقول للعالم أن المقاومة تستخدم الأبرياء كدروع بشرية. هاشتاج فلسطين تقاوم. مشاهدينا، كان هذا نشيد جزء من نشيد أعده حزب اليسار السويدي وردده مناصروه خلال تظاهرة داعمة لغزة. النشيد يقول: تحيا فلسطين، تسقط الصهيونية، نحن من فلح تراب الأرض وجنينا حصاد القمح وقمنا بقطف الليمون وعصرنا الزيتون، وكل العالم يعرف أرضنا. أرحب معي في الاستوديو بالمدون خضر سلامي. أهلا وسهلا فيك خضر. أهلا فيك عبد الرحمن. خضر، إلى أي مدى يحتاج الفلسطينيون إلى هذا النوع من الدعم، الأناشيد الثورية؟ حين نتحدث عن الدعم بالأناشيد عبد الرحمن، فنحن نتحدث عن معركة ثقافية، معركة فنية. إذا الهزيمة التي يمكن أن تلحق بإسرائيل ليست فقط في معركة عسكرية، بل هي معركة بجوانب عديدة. ما يحدث اليوم حين ترى نشيدا ثوريا حقيقيا يعبر عن شريحة كبيرة من دولة معينة كالسويد، يعبر عن حزب اليسار إلى آخره، فأنت تكون تحرج إسرائيل في معركة فنية، معركة ثقافية، معركة التموس بالأسس الحضارية للقيمة الإنسانية، وهي المعركة الفنية. لذا أعتقد أن الدعم الفني هو معركة بنفسه توازي أهمية المعركة العسكرية والمعركة السياسية والمعركة النضالية العمومية. إلى جانب الأناشيد، هناك موضوع الصورة التي سنركز عليها في فقرتنا الأولى من حلقة اليوم من هاشتاج فلسطين تقاوم. إلى أي مدى كان للصورة دور خلال هذا العدوان على غزة؟ إلى أي مدى لعبت دور في تحشيد الرأي العام وكسب تأييده من قبل طرف من هنا وطرف من هناك؟ إذا أردنا أن نراجع تاريخياً، نستطيع أن نقول أن مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تحولت الحرب العسكرية أو الحرب السياسية في العالم إلى حرب صورية وحرب إعلام. سأعطي مثالا سريعا هنا على سبيل المثال: الثورة ضد تشاوتشيسكو دكتاتور رومانيا السابق استعملت لإسقاطه وإحراجه أخلاقيا وإنسانيا وكذا ما يسمى بظاهرة صورة تيماشاورا، وهي إحدى البلدات الرومانية، حيث انتشرت صورة لأم وابنتها تموت على يدها قبل أن تظهر بعد سقوط تشاوتشيسكو بسنوات أن هذه الصورة لم تكن حقيقية وأن الأم أو الفتاة ماتا في ظروف طبيعية أخرى. إذن نحن نعيش في حرب الصورة، في حرب الإعلام. حرب العراق كانت حرب صورة، غزو العراق، حرب ليبيا، حرب كذا، حرب كذا. الحروب أصبحت حروب إعلام. الصور اليوم تلعب دورا أساسيا في المعركة، خاصة ما نراه اليوم في جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سترى أن الصفحات الإسرائيلية والصفحات الفلسطينية والصفحات المؤيدة لأي طرف من الاثنين صفحات تقوم بحرب صورة قاسية جدا. حرب الصورة، وعلينا هنا أن نحاذر أن نقع في فخ الصورة، وهو ما سنتطرق له لاحقا عن فخ الصورة وأين تنجح الصورة. طيب، ولاحظنا خلال هذا العدوان أن الإسرائيليين حاولوا تزييف الصور. أي المواقع الإسرائيلية كانت أكثر فعالية من خلال يعني تزييف هذه الصور وبث بعض السموم عند الرأي العام العالمي لتشويه صورة المقاومة؟ حين نتحدث عن الصفحات الإسرائيلية أو الإعلام الإسرائيلي بشكل عام، سواء كان إلكترونيا أو تقليديا، نحن نتحدث عن مؤسسة رسمية حكومية حقيقية تقوم بإنتاج اللغة والخطاب الإسرائيلي الحربي. إذن الصفحات الإسرائيلية مهما كان محتواها فهي مرتبطة حكما بالرقابة العسكرية، بالإنتاج العسكري لهذه البروباغندا الحربية. صفحة الجيش الإسرائيلي هي نقطة التقاء كل الصفحات الداعمة ل هل هناك نماذج نعرضها للمشاهدين؟ على سبيل المثال فلنأخذ إحدى هذه الصفحات، صفحة FIDF أو Stand with the IDF Soldiers، وهي منظمة تحدثنا عنها بالأمس سريعا، وهي منظمة أمريكية لدعم الجيش الإسرائيلي. هذه تعتبر منظمة غير حكومية، غير ربحية إلى آخره إلى آخره، تقوم ببروباغندا حربية في أمريكا باتجاه الرأي العام الأمريكي لحشد التأييد. سننتقل هنا بعض المعلومات عنها. على سبيل المثال،
باروخ هامت أحد قتلى جيش العدوان الإسرائيلي الذي قتل في حرب غزة. قامت هذه الصفحة بنشر هذه الصورة لشمعة مع اسمه ونعي عسكري ووطني له إلى آخره إلى آخره. يلطفون الصورة. بالضبط، تلطيف الصورة، بالإضافة إلى محاولة إشراك الجمهور عبر دعوة للدعم كما تحدثنا بالأمس. هذه الحرب، هذه التعبئة، هذه المحاولة لمس الوعي الحقيقي للرأي العام الأمريكي مثلا على سبيل المثال، تقوم على هذه المعطيات التبسيطية التسخيفية الإنسانية الأخلاقية إلى آخره بطريقة تحريفية حقيقية. ماذا عن الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف ردوا على هذه الحملات؟ إذا انتقلنا، سنقوم بعرض هذه الصورة التي عرضناها بالأمس حقيقة، وعندنا تحدثنا عن الخطاب الإسرائيلي الموجه للرأي العام العالمي. قامت إسرائيل بوضع البرلمان، صورة البرلمان الإنجليزي وساعة الكابينت الشهيرة وبعض الصواريخ التي تشبه صواريخ المقاومة الفلسطينية وهي متوجهة صوبه وهي تسأل ماذا كنت لتفعل أنت؟ الرد جاء بنفس الطريقة عبر هذه الصورة وهي نفس الصورة للندن من قبل صفحة داعمة لفلسطين عبر الهاشتاج فري فلسطين، ويتساءل في هذه الصورة ماذا كنت لتفعل لو كانت إسرائيل تقصف لندن لثلاثة أسابيع وهي مدة الحرب وتدمر البيوت والمنازل والمستشفيات وتقتل أكثر من 500 إنجليزي. بالصورة يعني هي صورة بالفعل مرعبة، تجد أنها مدينة خالية، نعم، مدينة يحاولون حاول تصوير غزة لكن في لندن. بالضبط، حاول هنا المصمم أن يستنسخ الصورة الغزاوية على صورة اللندني العادي الذي قد يكون داعما لإسرائيل أو داعما للقضية الفلسطينية أو محايدا يعتبر نفسه خارج هذا الصراع. إسقاط الصورة الغزاوية على صورة لندن، هذه المدينة الآمنة التي مشبعة بالأفكار الإنسانية والأخلاقية والحضارية والثورية وغيرها من تاريخها، إسقاط حرب غزة عليها سيحرك الرأي العام اللندني ليفهم أين يقع المواطن الفلسطيني المقاوم في غزة أو في غيرها حين يكون ضحية هذه الآلة العسكرية الهمجية. هل هناك نماذج أخرى خضر مثلا يعني الرأي العام في الولايات مثلاً المتحدة، أو هناك هاشتاج الذي يستخدم اليوم للترويج للإسرائيليين عن طريق الباسبورات الإسرائيلية ويقال نحن ندعم وهي إسرائيل. هذه الحملة، نعم. هذه الجانب إسرائيل، نعم. هذه الحملة التي قامت بها صفحة إسرائيل بالعربية وهو موقع أيضا يهدف لمخاطبة الرأي العام العربي بين قوسين. إذا حدقت أولا في الصورة المنتقاة من الفيديو، الحملة هي عبارة عن فيديو، هذا الفيديو يظهر عدة باسبورات عربية وأجنبية وأمريكية وأوروبية وهي تدعم الحملة الإسرائيلية. المدهش في الصورة إذا لاحظت معي عبد الرحمن أنهم وضعوا على الإعلان عن الصور عن الحملة أو عن الفيديو وضعوا باسبور مصري تحديد باسبور عراقي تحديدا. نعم. في ذروة هذا الانقسام الذي يحدث في العراق، إدخال العامل العراقي إظهاره في بداية الحملة من أجل أيضا يعني هذا تحويل هذا المجتمع الهش العراقي حاليا للأسف في خلال الحرب الأهلية، إدخاله في أتون الحرب الفلسطينية وإظهار أن ثمة من يدعم إسرائيل وضمن هذه، وبكل تأكيد هذا تزييف، يعني الإسرائيليين طبعا هم من اخترعوا هذه الصور. طبعا وسنري التزييف فيما سنعرضه الآن عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. طبعا دعنا نوضح أيضا أن الناشطين قاموا ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية قاموا بحملة مضادة، نعم، عبر وضع أيضا باسبوراتهم مع هاشتاج دعم لغزة ودعوة أيضا لجميع الناشطين لوضع باسبوراتهم سواء كانت عربية أو أجنبية لإعلان دعمهم لغزة. والتزاما منا بما قلناه في بداية الحلقة عن كشف كذب أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، يكتب أفخاي أدرعي أنه منذ ساعات الصباح ضرب جيش الدفاع جيش العدو الإسرائيلي 100 هدف إرهابي في قطاع غزة من بينها مواقع عسكرية وأنفاق إرهابية ومنصات مطمورة ومواقع لتخزين وصناعة الصواريخ، ويقول أن المئات من المقاتلين قتلوا خلال هذا القصف. الرد الذي سنرده على أفخاي أدرعي هو من صحيفة ديلي ميل والتي جاء فيها سنرى الآن. ديلي ميل نشرت مقالا اليوم وصور تظهر واضحة ماذا تستهدف إسرائيل. أعزائي المشاهدين، هي لا تستهدف سوى المدنيين وتدمير البيوت والمساجد. هذه الصورة هنا، هذا شاب يتم إخراجه من تحت الأنقاض ويضع له الأكسجين لأنه غير قادر أساسا على التنفس. هذا هو صورة ثانية لهذا الشاب، هنا صورة لشخص ميت تحت الأنقاض وهو بالتأكيد من المدنيين وهذا واضح. أما عن التدمير فنحن نرى هنا الدمار الذي يلحق بالمنازل وليست في
أماكن للتدريب أو في أماكن لتخزين الصواريخ كما يدعي أفيخاي أدرعي في تغريداته عبر تويتر، وهنا تدمير مسجد. ونحن نعيد ونكرر أن هذه الصور في صحيفة ديلي ميل، وكما نعرف أن الإعلام الغربي عادة ما يكون إعلام حليف للإعلام الإسرائيلي. ونختم مع هذه الطفلة، صورة مؤثرة جدا. يعني نسأل أفيخاي أدرعي إذا كانت هذه الصور هي لمقاتلين كما يدعي. هناك أيضا العديد من الصور التي انتشرت بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي أعزائي المشاهدين في ظل هذه الحملة الإعلامية الإلكترونية الكبيرة. من ضمن هذه إذا سمحت لي، بما أن تحدثنا عن موضوع أفيخاي أدرعي، للأسف معظم الشباب المتحمس أو كذا يدخل للرد على أفيخاي أدرعي أو الرد على الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربية أو غيرها ومواجهتها. هنا أدعو التطبيع السلبي خصوصا على السوشيال ميديا، على أدوات التواصل الاجتماعي. هؤلاء هم أشخاص مكلفون بأداء مهمات إعلامية حربية، لن يغيروا رأيهم بالتأكيد لا بحملات شتم ولا بحملات مواجهة. أن المشاركة على الصفحات الإسرائيلية حتى من خلال الحملات السلبية هو نوع من الترويج على أدوات التواصل الاجتماعي لها. هنا دعوة لمقاطعة هذه الصفحات أو محاولة العبث بها، كما حدث منذ أيام حين تم قرصنة صفحة أفيخاي أدرعي وكانت ضربة مؤلمة لهذا. يعني هي حتى الصفحات الإسرائيلية إن كانت للسفارات أو غيرها تقوم أساسا بتزييف الحقائق، هم حتى على المستوى الرسمي يزيفون الحقائق. وسنعرض الآن لصحيفة تيليغراف تعليقك خضر على هذا المقال الذي جاء في الصحيفة. صحيفة تيليغراف نشرت أسماء الشهداء في غزة، أسماء الشهداء المدنيين الأطفال. في الحقيقة هذا ما كنا سنتحدث عنه. حين يمكن أن ترى هذه الأداة التقنية المدهشة التي ندعو دائما، والجدير بالذكر أن حرب غزة، العدوان على غزة، كان مبشرا بالخير لأنه أطلق وعيا حقيقيا لدينا كناشطين لاستعمال هذه الأدوات. هذه الأدوات التي نسميها طبعا الانفوجرافيكس هي أدوات متطورة جيدة جدا. المدهش أن التليغراف، كما ذكرت أنت أيضا ديلي ميل، الإعلام الغربي بحالة تحول حقيقية، لأن المجزرة الإسرائيلية هذه المرة هي حقيقة صبرة وشتيلة القرن 21. خلال أسبوعين قتل أكثر من 600 شهيد فلسطيني. إذا لاحظت معي هنا، بداية تم وضع كم طفل قتل في كل منطقة بالقصف الإسرائيلي الهمجي، ثم قامت جريدة تيليغراف بمبادرة مدهشة وهي وضع أسماء الشهداء الأطفال مع أعمارهم وأسمائهم الكاملة. أحصت جريدة تيليغراف حتى أول من أمس 132 شهيدا فلسطينيا تحت 18 من القاصرين، قتلوا بدم بارد للأسف من القصف الإسرائيلي الهمجي. وهذا ما يشكل قمة الإجرام. نعم. وهذه المبادرة مدهشة حقيقة من جريدة التليغراف. ما سبب، نعم قلنا أن الإجرام الإسرائيلي، لكن هل يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى وراء التغيير في العقلية الأجنبية بالتعاطي مع العدوان على غزة؟ يعني بالسابق كان يحصل هناك مجازر في العدوان على غزة السابق، وإذا عدنا إلى حرب تموز في لبنان، ولكن كنا نلاحظ التحيز الكامل لإسرائيل رغم المجازر. أنا هنا أشبه تماما العدوان على غزة بالعدوان على لبنان عام 2006. التحول التي حدث في الإعلام العالمي هذه المرة بعد أسبوع من المجزرة الإسرائيلية حدث أيضا في لبنان. في لبنان بعد المجازر الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي على كامل لبنان من شماله إلى جنوبه، لم تتحرك الآلة الإعلامية الغربية لتصحح قليلا أيضا موقفها، ونحن هنا لسنا راضين بالتأكيد عن هذا الأداء ولكنه أفضل من أداء أول أسبوع. لم تتحرك هذه الآلة الإعلامية الغربية إلا بعد أن أحرجت إسرائيل عسكريا. أنا أعتقد أن معركة الشجاعية، شجعان المقاومة الفلسطينية في الشجاعية الذين أوقعوا خسائر هائلة لم تحدث لإسرائيل منذ سنوات، منذ على الأقل حرب تموز 2006، هذه المعركة أحرجت الإعلام الغربي الإسرائيلي. أحرجته لأنك أنت كمقاومة واجهت عسكرا، هزمت عسكرا، قتلت في خلال أيام معدودة أكثر من 30 عسكريا إسرائيليا، فيما أن إسرائيل لم تستطع إلا أن تقتل أكثر من 500 مدني. ومن أداء الإعلام الغربي إلى صفحة اليوم التي اخترناها لكم هي صفحة حيطان وولز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نتعرف وإياكم على هذه الصفحة. حيطان أو وولز هي صفحة للمصمم الفلسطيني حافظ عمر على موقع فيسبوك، صفحة تأسست عام 2011 ويتابعها أكثر من 48 ألف شخص.
تنقل الرسم والصورة والكلمة الحرة من الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هي ممارسة علنية منحازة للشارع المناضل أينما وجد، هكذا يعرف عنها القيم عليها. اختيار اسم حيطان وفقاً لعمر لم يأتي عبثياً، ولم يكن مجرد احتفاء بحركة جماعية تتمثل بكتابة الشعارات السياسية والبرامج النضالية ووضع الملصقات الثورية على حيطان المنازل وأبواب المحال التجارية المغلقة، بل أتى بسبب تصنيف هذه الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أنها أفعال تخريبية تستدعي الملاحقة والتوقيف، تصنيف جعل من الحيطان موقعاً للتواصل الاجتماعي السياسي الحقيقي في فلسطين المحتلة قبل انتشار الانترنت ومواقع التواصل الافتراضية. حيطان كما يعبر عنها حافظ هو محاولة ضمن الكثير من محاولات فنانين فلسطينيين عرب وأجانب لإبقاء المعركة الثقافية مستمرة في سياق نضال الشعوب ضد أنظمة القهر والاستبداد في العالم، وفي مقدمتها كفاح الشعب الفلسطيني طويل الأمد لتحرير كامل فلسطين، المعركة التي شعارها الحقيقة كل الحقيقة للجماهير. وسنعرف كل الحقيقة عن حيطان، صفحة حيطان وولز، ولهذا الأمر ينضم إلينا من رام الله حافظ عمر، مصمم جرافيكس وصاحب صفحة حيطان. حافظ أهلا وسهلا فيك. مبادرة نحن مع المقاومة هي صورة صممتموها أنتم، مدى تفاعل المتابع العربي مع هذه المبادرة في ظل العدوان الإرهابي على غزة، وبشكل خاص المتابع الفلسطيني، لأننا نعرف أن فلسطين مرت بفترة من الانقسام؟ بداية شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. مبادرة نحن مع المقاومة هي جاءت في لحظات كنا نراقب بشغف في فلسطين ما يحدث من ضغوطات على المقاومة في إنجاز اتفاق تهدئة، في بدايات مقترحات التهدئة أو المقترح المصري، وكنا نشعر أن الجميع قد تحالف على المقاومة. كانت الفكرة هي إرسال رسالة بالأساس للمقاومة، رسالة شعبية للمقاومة. في نص المبادرة كتبنا أننا لا نحاول أن نكون أبطالا، وأننا نحن هنا مكبلون خلف شاشات الكمبيوتر ولا نستطيع أن نفعل شيئا للبعد الجغرافي وللوضع السياسي حينها الذي كان ضد المقاومة بصراحة. في الضفة الغربية لم يكن يسمح لنا بالوصول إلى نقاط التماس، لم يكن يسمح لنا لا نقول التضامن بل المشاركة. نحن لا نرى أن الحرب اليوم هي على غزة، نعم هناك عدوان على غزة، لكن الحرب هي على فلسطين، على كل الشعب الفلسطيني من غزة. في غزة تتكثف هذه الصورة، ولكن العدوان متواصل في القدس وفي رام الله وفي طول كرم وفي كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، والعدوان لم يتوقف منذ 66 عام منذ شرقة فلسطين. وعلى أمل بالتالي كانت بالتالي كانت الفكرة هي ببساطة أن نحاول أن نوصل رسالة للمقاومين. نحن في تلك اللحظة لم نكن نؤمن بأحد، ولا زلنا لا نؤمن بأحد، ولا نثق بأحد سوى المقاومين الذين يقدمون دمهم، ليس فقط دفاعا عن غزة لكن دفاعا عن كل الشعب الفلسطيني واستعادة للكرامة الفلسطينية التي تم إهدارها عبر كل سنوات التسوية التي مضت. نعم حافظ، لدى الدخول على صفحتكم ونحن دخلنا إليها بالفعل لفتتني صورة تضم جواز سفر جزائري وإلى جانبه كلمة نحن مع المقاومة، صورة سنراها الآن على شاشة الميادين. هل هي حملة جديدة بدأت للرد على الحملة الإسرائيلية التي بدأت بنشر جوازات سفر من مختلف أنحاء العالم وكلمة نحن مع إسرائيل؟ أعتقد أن الحملة الإسرائيلية جاءت رد على هذا التوجه. نحن نلاحظ في هذه الأيام وبكثافة أن الإسرائيليون يتعاملون برد فعل على ما يقوم به النشطاء الفلسطينيون. قبل قليل كنت أقرأ على جيروسالم بوست أعتقد خبر يقول أن 7 جامعات صهيونية قررت منح جامعية للطلاب الصهاينة من سيقومون بدعم الرواية الصهيونية في الحرب على غزة على مواقع التواصل الاجتماعي. من الواضح جدا أن الإعلام الصهيوني قد فشل في تسويق الخطاب الإعلامي العسكري الفاشي لدولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو الآن يحاول بيأس أن يستجدي الرأي العام العالمي. ولكن برأيي الشباب الفلسطيني في كل مكان، سواء من فنانين من مدونين من صحفيين مجتمعيين، قد نجحوا في فرض خطاب
حقيقي لما يحدث في قطاع غزة. وأعتقد متابعة لما كنت أتحدث به مع صديق صدر أن الرأي العام العالمي عندما يشاهد هذا الكم من الانخراط الشعبي للشعب الفلسطيني ولأصدقاء الشعب الفلسطيني في كل مكان لترويج ما يحدث في قطاع غزة من مجازر ومذابح، هو مجبر أن يبث وأن ينقل الصورة كما هي. خضر، عفوا حافظ، نعم، منحاز الإسرائيليين. نلاحظ من خلال تعاطيكم مع الأخبار ونشرها أن طريقة غير تقليدية، على سبيل المثال الصورة التي تظهر الآن عبر صفحتكم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخلفه مجموعة من الضباط ومكتوب عليها ستهزمون، هل هذه الطريقة مؤثرة أكثر في المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من الطريقة التقليدية، أم أنها تكملة لنشر الأخبار بالطريقة التقليدية؟ دعنا ننطلق من فكرة أساسية أنا أؤمن شخصيا بها، أن من يمارس الخطاب بكافة أشكاله اليوم هي المقاومة. المقاومة هي التي تنتج الصورة على الأرض، المقاومة هي صاحبة هذا الفعل، هي التي أوصلت كيان الاحتلال لأن يبدو بهذه الصورة المزرية والتي تعكس مدى فشل الاحتلال في التعامل مع هذه المقاومة. مهمتنا يعني هذه الصورة تصميم ل بلوج جديد على صفحة الفيسبوك اسمه مع اختصارا لمشاعية إبداعية، وهو باعتقادي أبرز ما قدم في هذه المعركة. اعتمد هذا البلوج على أخذ صور مباشرة ووضع تعليقات مختصرة ومكثفة لما تحمله هذه الصور، وقد نجح نجاحا باهرا في الأيام الماضية في حشد الرأي الفلسطيني حول خطاب المقاومة وكثف خطاب المقاومة للجماهير ليس فقط في فلسطين لكن في كل مكان. خضر، بعد كل الذي استعرضناه، هل نجحت إسرائيل من خلال العمل على الصورة أم أننا تمكننا من مجاراتها وهزيمتها؟ يعني أعتقد أولا تحية للرفيق حافظ الذي يقدر وأحترم وهو من أهم الفاعلين على المعركة الصورية إذا أردنا تسميتها، وبالإضافة إلى أن الحافظ يميزه أنه ليس موجودا فقط على الإنترنت بل هو متصل أيضا بقضايا شعبه على الأرض وفي الميدان، وهذه تحية حقيقية له. من جهة أخرى، إذا أردنا أن نأخذ الصورة على سبيل المثال، هذه الصورة التي استعملتها إسرائيل لتدعيم البروباغندا الخاصة، وكنا سنسأل عنها حافظ أيضا، تفضل. هذه الصورة تأخذها إسرائيل وتحور معناها، لأنها بالضبط تستطيع أن يعني أنا عندما أنظر إلى الصورة سأفهمها من خلفية الثقافية والسياسية إلى آخره المؤيدة لهذا الخيار. أما الذي سيشاهد الصورة وهو من خارج هذه المعركة، من خارج الميدان، من خارج كذا، أولا هو لا تعني، غير موجه له. المصمم في هذه الصورة لا يتوجه إليه، يتوجه إلى جمهوره المباشر. صحيح. الذي يتكلم باللغة العربية أو الذي يملك خلفية ثقافية وسياسية متصلة بالقضية الفلسطينية التحررية. من جهة أخرى، المعركة الصورية نجحت جدا في إحراج إسرائيل. أنا أتحدث أننا كنا في أول أسبوع للأسف من العدوان على فلسطين وعلى قطاع غزة تحديدا، في الأسبوع الأول كنا في معركة رد فعل على الاجتياح الإسرائيلي لموقع التواصل الاجتماعي لتسويق النظرية الإسرائيلية عن الحرب. بعد الأسبوع الأول بدأ الأمر يختلف. بعد الأسبوع الأول كمية الإجرام، كمية الدم، كمية المجازر، هذا الاستباحة الحقيقية لكل أنواع الشرع الحقوقية والإنسانية والأخلاقية في العالم من قبل الطيران والمدفعية الإسرائيلية، وجعلت إسرائيل اليوم في مكان رد الفعل. اليوم إسرائيل تحتاج إلى الدفاع عن حربها لا تسويق حربها، وهنا الإنجاز القوي الذي قام به الناشطون الفلسطينيون أولا والمؤيدون للقضية الفلسطينية سواء كانوا عربا أم أوروبيون أو أمريكيون لاتينيا تحديدا. وسنشرح قليلا عن هذه الصورة للمشاهدين الكرام. هذه الصورة التي أخذها الإسرائيلي وزيفها هي صورة نشرتها صفحة وول حيطان، تظهر الفلسطينيين، مجموعة من الفلسطينيين يقفون على الأسطح تحديا للغارات الإسرائيلية. أخذتها إسرائيل وحورتها، جعلتها بطريقة ثانية، اعتبرت أن المقاومة هي تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذه الصواريخ تنهمر على المدنيين. أستاذ حافظ، تعليقك على التزييف الإسرائيلي لهذه الصورة، كيف تلقيتم الخبر؟ يعني بصراحة تلقيت الخبر بسعادة. يعني هذه مجرد صورة على الفيسبوك كما تفضل الصديق العزيز خضر لإسناد الشعب الفلسطيني في معركته. هذه الصورة أصلها كان في قطاع غزة في منزل آل كوارع الذي هددته طائرات الاحتلال
بالقصف ما كان من الأهالي إلا أن صعدت فعلا على سطح المباني وتلقت بصدورها العارية الصواريخ. الإسرائيليون يحاولون أن يقولوا أن حماس أو المقاومة هي من تدفع الناس للوقوف على أسطح المباني. والغريب في الأمر والمفارقة في الموضوع التعليق على الصورة نفسها الذي جاء على موقع جيش الاحتلال الصهيوني أن هؤلاء الناس يصعدون على أسطح منازلهم لقناعتها من الغارات. نعم. يعني حجم التناقض في هذا في الترويج يعني يرينا حجم التخبط الذي يقع فيه الكيان الصهيوني أمام ليس فقط ما يفعله النشطاء الفلسطينيون والعرب والأجانب الداعمين للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الصورة الحقيقية والملحمة الحقيقية هي في غزة، وما نحن إلا يعني انعكاس محاولة لتكثيف الملحمة التي تحدث في غزة. عندما يقوم الاحتلال الصهيوني بالوصول إلى هذا المستوى من التخبط، هذه بالنسبة لي يعني علامة على انتصار المقاومة في الميدان وانتصار الشعب الفلسطيني. نعم. في الميدان. نعم. حافظ عمر، مصمم صفحة حيطان وصاحب صفحة حيطان على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من رام الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نواصل بعده هاشتاج فلسطين تقاوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى حلقة اليوم من برنامج هاشتاج فلسطين تقاوم. في هذا المحور سنتناول كيفية تعاطي الإعلام الغربي والعربي مع الحدث في فلسطين، مع العدوان على غزة. الإعلامي الأردني زهير العزة شغل الوسط الإعلامي العربي، مقدم برنامج بين اتجاهين، فاجأ الجميع عندما أقدم على حرق العلم الإسرائيلي مباشرة على الهواء. الخطوة لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فاعتبرت عملا بطوليا. نشاهد سويا كيف أقدم العزة على حرق علم الكيان. من أجل فلسطين ومن أجل أطفالها دعوني أشعل هذا العلم القذر، علم الكيان الصهيوني، أمام العالم ليعلم هذا العدو أن الصهاينة هم أعداؤنا وهم القتلة وهم المجرمون وهم الذين يجب علينا مقاتلتهم ومطالبة كل شعوبنا العربية بطردهم من بلادنا وبداية من الأردن. شخصيا أوجه تحية للزميل زهير العز خضر، إلى أي مدى تستفيد المقاومة إعلاميا من هكذا خطوة حرق علم إسرائيل مباشرة على الهواء؟ دعنا ننطلق أولا من أن هذا المشهد حدث على قناة تلفزيونية إخبارية في بلد عنده علاقات سياسية واستراتيجية أحيانا للأسف مع الكيان الصهيوني. هذه الحركة بالذات الجميل فيها ونتمنى أن نراه على الإعلام المصري خصوصا، على جميع القنوات الإعلامية أي حركة مشابهة، لأنها تعيد توصيل البوصلة، تعيد تحديد اتجاهها باتجاه القضية الفلسطينية. للأسف عبد الرحمن ما لم ننتبه إليه أن 3 سنوات من الخلاف والخصومة السياسية في بلادنا، على مهما كانت الخيارات، على خيارات ديمقراطية أو خيارات سياسية محلية أو خيارات اقتصادية، هذه الخلافات أودت بنا إلى أن نختلف حتى على قضايا كانت تعتبر مسلم بها حتى أمس. اليوم أي موقف مناهض لإسرائيل في بلد ما ستحسب تقنيا على أحد الخنادق السياسية، على سبيل المثال ستعتبر مواليا في سوريا تعتبر ضد إسرائيل مثلا، أو في مصر ستعتبر مع الأخوان المسلمين أو إلى آخره. القضية لم تكن يوما قضية سياسية، القضية الفلسطينية يجب أن تصور على أن قضية العداء لإسرائيل هي قضية إنسانية أممية بحتة. نفسيا إلى أي مدى ممكن أن يتأثر الإسرائيلي بأن إعلامي أردني على شاشة أردنية يحرق العلم الإسرائيلي من حيث العامل النفسي، الحرب النفسية على الإسرائيليين؟ دعنا ننطلق أولا من أن الإسرائيلي لا يعنيه أبدا علاقته بالعربي، بمعنى العربي بنظر الإسرائيلي إما عدو إما خصم وجودي. في المزاج. نعم. إما خصم. ما هذا ما سأصل إليه؟ العربي بنظر إما خصم وجودي وإما تابع سياسي واقتصادي، وفي الحالتين هو لا يحترم هذا، لا الحليف ولا العدو، بل لأنه يحترم عدوه أكثر مما يحترم حليفه أو التابع. هذه الحركة ستثير طبعا غيظ الإسرائيلي خصوصا ممثليته في المملكة الأردنية، ولكن المطلوب أيضا أن تتصل هذه الحركة الإعلامية بحركة شعبية على الأرض، بحركة توعية
ثم بحركة سياسية حقيقية. بقاء هذه الظواهر سواء كانت حركة مقاومة إعلامية كما فعل الإعلامي والذي نوجه لها التحية، أو سواء كانت مظاهرة احتجاجية، أو سواء كانت ندوة ثقافية، أو على الإعلام الاجتماعي أو غيره، في أي بلد من البلدان لا يمكن أن تصل إلى نتيجة إذا لم تتحد ضمن سلة عمل واحدة حقيقية تتحول إلى سلة ضغط على القرار السياسي من أجل التخلص من التبعية الإسرائيلية. كان هذا في الإعلام العربي خضر. في الإعلام الغربي مجددا تناول الإعلامي الشهير جون ستيوارت العدوان الإسرائيلي على غزة. مقدم برنامج ذا ديلي شو أظهر هذه المرة الضغوطات التي يتعرض إليها الإعلاميون في الغرب عندما يقدمون على انتقاد إسرائيل. In fact, we'll start tonight in the Middle East, where Israel. What? Israel isn't supposed to defend itself. Oh yeah, if Mexico bombed Texas, will we exercise? What other country held to the same standard as Israel? People that wanted to destroy our terrorists. 4,000 years later, it was the only democracy in the Middle East. You self-hating Jew. That was weird. Anyway, what I was saying was last Thursday saw the start of a new ground offensive launched by Israel. Oh, Tradition! Holy Look, obviously there are many strong opinions on this issue, but just merely mentioning Israel or questioning in any way the effectiveness or humanity of Israel's policies is not the same thing as being pro-Hamas. So you're against murdered children? Free Gaza! Free Palestine! Zionist pig! You know what? Why don't we just talk about something lighter, like Ukraine? بالفعل هو تجسيد للواقع في الغرب، حيث الضغط الإسرائيلي يصل إلى أوجه عندما يجرؤ أحد على انتقاد سياساتهم العدوانية خضر. عندما نجد جون ستيوارت هو معروف إلى درجة كبيرة ينتقد إسرائيل مجددا، هذه المرة يظهر مدى الضغط الإسرائيلي على الإعلاميين في الغرب لكي لا ينتقدوها. إلى أي مدى يؤشر هذا على وعي في الإعلام الغربي أو إلى مراجعة حسابات؟ إذا لاحظت معي ثمة مقطع أو جملة مرت في الأداء الكوميدي لجون ستيوارت، وهو عندما قال له أيها الخائن اليهودي. جون ستيوارت هو مواطن أمريكي يهودي الديانة. أين التأثير في ذلك؟ التأثير في ذلك أن الضغط يكون باتجاهين. أولا عندما تهاجم إسرائيل في الإعلام الغربي إذا لم تكن يهوديا فأنت تتهم تقنيا بمعاداة السامية، تتهم بمعاداة اليهود وأن انتقادك لإسرائيل هو من خلفية لا سامية إلى آخره إلى آخره. عندما تنتقد إسرائيل وأنت يهودي كجون ستيوارت ثم نعوم تشومسكي أو غيره ممن وجهوا انتقادات تاريخية لإسرائيل، عندما تنتقد إسرائيل وأنت يهودي تتهم بجلد الذات أو كره الذات بالأحرى، وهي تهمة غريبة من نوعها. إذن الوسائل الضغط اللوبي اليهودي أو اللوبي الصهيوني الإعلامي كثيرة جدا، وثم التهم جاهزة ومعلبة وتتجه دغري. هل هذه الضغوط ممكن أن تكون على أناس آخرين غير الإعلاميين مثلا مسؤولين في الحكومات؟ إذا نظرنا إلى النائب البريطاني ديفيد وورد. نعم. ديفيد وورد قام بنشر تغريدة قال فيها أنه لو كان مكان أهل غزة وتعرض لهذا القصف الهمجي هل كنت لأطلق الصواريخ؟ نعم كنت لأطلق الصواريخ. هذه التغريدة أثارت موجة ضغط هائلة على الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه ديفيد وورد، وتم تجميد عضويته لمدة أسبوعين، ومستقبله السياسي اليوم مهدد بسبب يعني هذه التغريدة ممنوعة. بسبب تغريدة واحدة أصبح مستقبل نائب في البرلمان مهدد حقيقة بسبب تغريدة قال أنه لو كان يتعرض للقصف كنت سأرد بالصواريخ بقصف. هذه أحد أنواع الضغط. لو كان يتعرض لقصف كالذي تتعرض إليه غزة بالتحديد يعني. نعم، ولكن إذا نظرنا إلى بعض الجوانب المشرقة مثلا، نحن تحدثنا عن هذه الجمعية المنظمة الداعمة لإسرائيل في أمريكا، وهي من منظمات اللوبي الصهيوني الضاغطة جدا. في صورة الآن ترى صفحة أحد المنظمات اليهودية
جويش فويس فور بيس، وهي التي تطلب بالسلام وتطلب بانصاف الشعب الفلسطيني، وبعضهم يصل الى حد المطالبه بانشاء دوله تاريخ، دوله تحمل الاسم التاريخي دوله فلسطين لشعبين الى اخره تضمن حريه الجميع. المهم قام هؤلاء الناشطين من هذه الجمعيه باقتحام مركز هذه الجمعيه التي تهدف لدعم الجيش الاسرائيلي، قاموا باقتحامها وقاموا في لافته مدهشه بالوقوف في حرم الجمعية الصهيونية وقراءة أسماء شهداء غزة 500. قاموا بقراءتها بصوت عالي حتى تم طلب شرطة نيويورك واعتقالهم، لم يفعلوا أي جرم قانوني حقيقي. ماذا تستفيد المقاومة في غزة من هذا التعاون والدعم؟ هل سيشكل هذا ضغطا على إسرائيل كي تنهي عدوانها بشكل سريع؟ أنت هنا تستهدف العصب الحقيقي لإسرائيل. العصب الداعم لإسرائيل حقيقة ليس في السياسة العالمية، بل هو في هذه المنظومة الصهيونية المتشابكة اقتصاديا وفكريا وسياسيا وغيره. وأحدى ركائزها الحقيقية هي ما يسمى بجمعيات غير ربحية أو الجمعيات كذا كذا الصهيونية الداعمة للموقف الإسرائيلي. عندما تحرج هذه الجمعيات أخلاقيا وإنسانيا عبر قراءة أسماء الشهداء، ثم تحرج الموقف الأمريكي الذي يتبناها قانونيا وديمقراطيا باعتقال نشطاء لم يقوموا بأي عمل مخالف للقانون حقيقة، تم اعتقال ثمانية من الناشطين اليهود المعادين لإسرائيل، تم اعتقالهم في نيويورك، تكون تحرج إسرائيل بشعاراتها الحقيقية. لأن أنت لا تريد إحراج أمام الرأي العام فقط، أنت خطابك هو إحراج لإسرائيل، تفكيك للخطاب الإسرائيلي. عندما يقوم الإسرائيلي بتسويق لنفسه على أنه الديمقراطية الأهم في العالم، تحرجه عبر أظهار وجهه الغير ديمقراطي. عندما تكون إسرائيل تظهر نفسها على أنها الأخلاقية الوحيدة في هذا المجتمع المتوحش الغاب الذي اسمه الشرق الأوسط، تظهر طبيعته المتوحشة. وفي النهاية عندما تظهر نفسها إسرائيل على أنها حامية أو ضامنة للقرار اليهودي المستقل في العالم، هؤلاء النشطاء اليهود المعادين للصهيونية والمعادين لإسرائيل هم من يعري الدعاية الإسرائيلية. وسأختم أيضا بمثال على هذه المظاهرة لحاخامات يهود معادين للصهيونية وضد وجود إسرائيل، قاموا بالتظاهر ضد الاحتلال وهذا دليل والمذبحة إضافي على صدق المقاومة في فلسطين وفي كل مكان، مقاومة شريفة، مقاومة تحترم الآخر. من هؤلاء الناشطين ومن هذه التظاهرة إلى تظاهرة خرجت في المغرب دعما لقطاع غزة، التظاهرة تعتبر الأكبر على المستوى العربي دعما للقطاع المحاصر، الآلاف رفعوا علامة فلسطين ورددوا بشعارات منددة بالعدوان ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الغطرسة الإسرائيلية. ونحن سنشاهد الآن هذه المشاهد للتظاهرة. وللحديث عن هذه التظاهرة وأشكال الدعم التي ممكن أن يقدمه المغرب، ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب المدون ياسين بزاز. أستاذ ياسين، اللافت في هذه التظاهرة ضخامتها، البعض قدرها ب60,000 مشارك، من هي الجهات التي دعت لهذه التظاهرة وماذا عن النشاطات المستقبلية؟ شكرا على الدعوة. بالنسبة للشيخ الأول من السؤال، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للشيخ السؤال، أعتقد أن كل القوى الديمقراطية التخدمية والقوى الوطنية دعت إلى التظاهرة. يعني القضية الفلسطينية لا زالت تشكل إجماعا وطنيا على المستوى المغربي، يعني على طول المسيرات التي خرجت المرتبطة بالقضية الفلسطينية اعتبرت الأضخم والأكبر على المستوى الوطني. لا زالت القضية الفلسطينية حاضرة. أعتقد كان هناك في السنوات الأخيرة بعد النقص في المعلومة على المستوى، باعتبار أن الدور التقليدي للمنظمات الوطنية التي كانت تشتغل على القضية الفلسطينية ويوم الأرض وكل الثقافي والفكري المرتبط بالقضية أصبح حياة راجعة. ولكن أعتقد الآن هناك وعي حقيقي خصوصا
بعض المجازر التي ينقلها الإعلام خصوصا الإعلام الإلكتروني بشكل مباشر رجعت له القضية الفلسطينية كقضية محورية داخل قضايا الوطن. أستاذ ياسين، هل يمكن أن نرى أشكال أخرى من الدعم لغزة كتقديم مساعدات مباشرة أو تسيير رحلات إلى القطاع المحاصر وكسر هذا الحصار الضاغط على أهالي غزة؟ هناك الكثير من رفاقنا شارك في القافلة التي كان من المفروض أن ينظمها الشباب المصري، لكن للأسف تم منعها من طرف الجيش المصري، فيها كثير شباب مغاربة. هناك مساعدات على المستوى الرسمي تقدمها الدولة، بس أعتقد يجب التفكير في مبادرات التي يمكن أو حملات شعبية التي يمكن أن نقدمها كشعب مغربي إلى سكان غزة. أستاذ ياسين، على المستوى الإلكتروني هل تقومون بأي حملات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وكيف تجيرون هذا الدعم لأهالي غزة؟ أولا هناك تنسيق قبل العدوان على غزة، طالما كان التنسيق سواء في المسائل المتعلقة بحملات البلاد، هناك تنسيق قبلي على مستوى الإعلام الإلكتروني ليتم بعد ذلك تنظيم حملات على أرض الواقع من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني اقتصاديا ثقافيا. كذلك هناك تنسيق كان قبل حرب غزة حول كل الإشكالات سواء المطروحة في فلسطين، عندما تم اجتياح تم الحديث في الكنيسة الإسرائيلية حول قانون ما عرف ب قانون حول تقسيم يعني الزيادة في المستوطنات على مستوى الأراضي المحتلة. كذلك الآن على مستوى الإعلام الإلكتروني أعتقد أن يعني المغربي الآن النقاش الحاضر الأساسي هو القضية الفلسطينية والحرب على غزة. على طول الخط هناك تضامن واسع في نقاش حول القضايا أو البدائل التي يمكن أن نقدمها كشعب مغربي لإخواننا في غزة. المدون ياسين بزاز، كنت معنا مباشرة من المغرب، أشكرك جزيل الشكر، على أمل أن تبقى فلسطين دائما في قلوب كل العرب، لأن التحركات كانت خجولة نوعا ما. نتمنى أن يكون هناك تحركات على غرار ما جرى في المغرب. خضر، ما سبب هذا يعني عدم وجود تحركات عربية فاعلة على مستوى التظاهرات في العالم العربي؟ يعني حدثنا مظاهرة المغرب، ليس هناك مظاهرة تذكر خلال تحدثنا عبد الرحمن عن أن الخلافات السياسية والانقسام السياسي لم يعد فقط في بلادنا، لم يعد فقط انقساما على خيارات محلية بسيطة، أصبح هناك انقسام أعمق بكثير. اليوم فلنكن واضحين، دولة ما بعد الحرب العالمية الثانية في البلاد تسمى بالعالم العربي، في البلاد العربية بين قوسين، هذه الدولة الوطنية فلنقل هي في خطر حقيقي وجودي. نرى ذلك في اليمن، نرى ذلك في ليبيا، نرى ذلك في سوريا، في العراق، في غيره. هناك خطر حقيقي، هناك عقد اجتماعي حقيقي مهدد بالانفراط. إذن الخلاف هو على خيارات كبرى وخيارات صغرى، ولكن هذه الخيارات الكبرى التي نختلف عليها للأسف التموضع السياسي للأحزاب والفصائل والسلطة والمعارضة وغيرها أدى إلى تفريغ وضوح الرؤية في الموضوع الفلسطيني، تفريغه من محتوى من أجل تجنب إحراج محاليف هنا أو تجنب إحراج محاليف هناك أو التقاء مع خصم هنا في خندق واحد أو مع خصم هناك. للأسف ربما نجحت التظاهرة في المغرب بحشد هذا العدد الضخم لعدة أسباب، أولها أن حركة 20 فبراير التغييرية الديمقراطية لم تنفصل تماما عن القضايا الوجودية عند الشعب المغربي أمازيغا وعرب. من جهة ثانية لم تستطع بعد إسرائيل اختراق الجدار المغربي الاجتماعي حقيقة، رغم محاولاتها عبر دعم الحركات القومية الأمازيغية أو محاولة فتح خطوط معها، لم تستطع بعد إحداث هذه الفجوة في العقد الاجتماعي المغربي حول القضية الفلسطينية تحديدا. وهي أيضا لم تستطع أن تحدث فجوة عند بعض الفرنسيين والعرب في فرنسا، ففي فرنسا خرجت تظاهرات جديدة داعمة لقطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي. خلال التظاهرة رفعت الأعلام الفلسطينية وتم حرق العلم الإسرائيلي.
المشهد يبدو أنه استفز الشرطة الفرنسية فبدأت بتفريق التظاهرة ودارت صدامات بينها وبين المتظاهرين. معلومات عدة كانت قد أشارت إلى إمكانية منع التظاهرات في الأيام المقبلة، لكن السلطات أجازت مجددا اليوم في باريس تظاهرة جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة، على أن تنظم أيضا تظاهرة أخرى يوم السبت. وسيطالب المتظاهرون غدا برفع الحصار عن غزة ووقف الاستيطان والاحتلال. توفيق تهاني رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية اعتبر القرار انتصارا للديمقراطية وحرية التعبير. مشاهدينا، إذن هذه هي مشاهد التظاهرات التي خرجت بفرنسا تنديدا بالعدوان على قطاع غزة والحصار المفروض على قطاع غزة. وهذه التظاهرات ستتجدد اليوم وستتجدد السبت. خضر، إلى أي مدى هذه التظاهرات أيضا تفيد القطاع المحاصر؟ ما حدث تحديدا في فرنسا يجب الإطلاع عليه. في مظاهرة 13 من تموز التي حدثت فيها مواجهات بين المتظاهرين دعما للقضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني في العدوان الغاشم عليه أمام اشتباكات مع بعض المتطرفين الصهاينة الداعمين للموقف الإسرائيلي، ما حدث كان حجة حاكم باريس في الدعوة إلى منع عدة مظاهرات خلال هذا الأسبوع بحجة الحفاظ على الأمن. حدثت أعمال شغب، حدثت مواجهات مع الشرطة، ولكن عرض أحد النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية فيديو سربه قام بتصويره، وهي تظهر أن عناصر رابطة الحماية اليهودية، روابط الحماية اليهودية، هي من قامت بالهجوم على التظاهرة. وهنا قوة الإعلام الاجتماعي حين يستخدم بطريقة صحيحة. قام هذا الناشط الجزائري إذا لم أخطئ بنشر صور لمواجهات، لصور لعشرات من المتطرفين اليهود والصهاينة وهم يهاجمون المظاهرة ويرمون الكراسي والحجارة على المتظاهرين الذين كانوا يعبرون أمام الكنيسة اليهودي دون الاقتراب منه. ورغم ذلك يظهر الفيديو أيضا عناصر الشرطة الفرنسية وهي تقوم بحماية المتطرفين الصهاينة وهم يهاجمون المظاهرة قبل أن تخرج الألسنة الصهيونية للإدعاء أن هذه المظاهرة قامت بالهجوم وحرق المقار والمحلات التجارية اليهودية غير إلى آخره. عن تجربة شخصية أستطيع أن أزعم وأن أحسم أن أي أعمال شغب تحدث في مدينة كباريس أو غيرها من المدن الممسوكة أمنيا جيدا لا يمكن أن تحدث دون قرار من الشرطة أو الدوائر النافذة فيها لإيقاع هذه التظاهرة في فخ الشغب نفسه من أجل إظهارها وإحراجها ثم لصول. نحن وصلنا لختام هذه الحلقة خضر سليم، أشكرك جزيل الشكر. نذكر المشاهدين فقط أن بإمكانهم تفعيل هاشتاج فلسطين تقاوم، نحن نشاهده الآن على هذه الشاشة. أعزائي المشاهدين يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر صفحة الميادين على فيسبوك. الموعد يتجدد غدا عند 4 عصرا بتوقيت القدس الشريف دائما مع هاشتاج فلسطين تقاوم. السلام عليكم. We'll be right back.